اليوم كنحضروا امام محكمه الاستئناف باسفي تضامنا مع اخينا احمد زهير الكاتب الوطني للجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان ورئيس الفرع ديال اليوسفيه السي احمد زهير اللي تم الحكم عليه من طرف المحكمه الابتدائيه بمدينه اليوسفيه في ملف ملفق ومفبرك بسنه ونصف سجنا. اليوم كنتمنوا انه ينتصر الجانب ديال العقل والجانب ديال الحكمه ويتم المراجعه ديال هذا الحكم هذا اللي نعتبره نحن حكم جائر ومفبرك، يلتمس ان يتم المراجعه ديالو. وتحيه نضاليه. تحيه نضاليه لكل مناضلي ومناضلات الجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب اسماعيل خنفور الكاتب العام ديال الفرع سبعيون ونائب رئيس ديال الفرع الاقليمي بمدينه الحجب. جئنا اليوم كباقي مناضلي ومناضلات الجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب الذين حجوا من ربوع المملكه من شمالها الى جنوبها ومن غربها الى شرقها. جينا هنا اليوم للتعبير عن تضامننا المطلق واللا مشروط مع اخينا احمد زهير الكاتب العام للجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب. جئنا هنا للتعبير عن رفضنا التام للمحاكمه الجائره وللحكم الجائر لاخينا احمد زهير 18 شهر من الحريه ديالو بتهم يعني مجانيه، بتهم مفبركه، تهم دائما واجده السب والشتم والاهانه والتشهير. يعني مرزوق علي عضو المكتب التنفيذي للجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب وعضو الفرع المحلي بمدينه قليمين. احنا اليوم جينا لمدينه قليمين من اجل مؤازره والتضامن مع الاخ ديالنا الكاتب احمد زهير الكاتب العام للجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب. اولا كنندهدوا بهذه الاعتقالات التعسفيه وبهذه المسرحيات وبهذه الملفات المطبوخه اللي كتفبرك الاجهزه المخزنيه لاجل اسكات صوت المناضلين الشرفاء والمدافعين عن حقوق الانسان بالمغرب. نحن اليوم نتواجد امام محكمه الاستئناف باسفي ومطلبنا الوحيد وهو الاطلاق الفوري لسراح الاخ احمد زهير، لانه واعتبارا على ان العمل الحقوقي او النضال الحقوقي او الترافع على حقوق الانسان ليس جريمه بل هو اليات من اليات الترافع لبناء دوله المؤسسات ودوله الديمقراطيه والقانون. وبالتالي نحن نستنكر وندين هذا الاعتقال الذي طال اخينا احمد زهير لا لشيء الا انه دافع عن حقوق بعض الفئات المظلومه والهشه من طرف تعسفات السيده قائده باليوسفيه. وبالتالي من هذا المنبر نحن كنطالبوا من السلطات القضائيه على انها بان الملف اليوم فهو ملف مطبوخ وهي مسرحيه مدروسه من تحية عالية لجميع المناضلين ومناضلات الجمعية الوطنية، وكنرحبوا بجميع الإخوان الرفاق اللي جاوا من مدن بعيدة من قلميم، من طاطا، من الشمال، من الخميسة. وعندنا الثقة الكاملة في القضاء إن شاء الله اللي غيقول الكلمة ديالو اليوم في هذا الملف اللي هو اليوم جاهز والاستئنافي. وكنتمنوا الصراحة لاخينا زهير وتحيه عاليه والسلام عليكم. بدري محمد فرع دار قيد سعيسة للجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب. جينا هنا تضامنا مع اخينا المناضل الشريف احمد زهير الذي لفق له ملف مفبرك ظلما وعدوانا، ونطالب له بالحريه وكل الحرية لكل المناضلين الأحرار الشرفاء الذين يدافعون ضد المفسدين والفاسدين. عبد المجيد مويز كاتب الفرع المحلي لدار السعيسة للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب. نقف هنا للدفاع ومؤازرين الأخ أحمد زهير المناضل الفاضح الفاسدين والفساد، ونطلب له الحريه والحريه لجميع المعتقلين السياسيين. جينا كنضمنوا مع الاخ المناضل احمد زهير ونقولوا ليه حنا راه معاك في اي حاجه، حنا معاك لان هذه المحاكمه هي كانت جائره في حقه وفي حق الابناء ديالو والاسره ديالو اللي خلاها مضره من وراه، وكذلك خلا كذلك الساكنه
السكرة كلها ديال مدينة يوسفية ومدينة آسف والمغرب جميعا بأنه متأثر بهذه المحاكمة الجائرة. كنقول لي احنا معاك وبأن كان عندنا تضامن مطلق معاك، لأن قلتي غير كلمة الحق في حق المواطنين اللي جاوا طلبوا منك المساعده، وكنتي الراجل المناضل اللي وقفتي معاهم والراجل المواطن اللي كيحب هذا الوطن ديالو حتى النخاع.